حقيقة العمليات التحرير من محور مخمور لم تكن هناك مستجدات. تقدير الجهود السيد لواء نجم قائد العمليات والإخوان أطول مراتب من الجيش العراقي وقائد الفرقة 15 للتضحيات مع حشد العشائر لعشيرة السبعاويين والهيب وعشيرة الجبور. التضحيات وهاي الدماء الزكية. لم يكن هناك تغيير بالخطة لتجاوز المعضلات التي حصلت بالمرحلة الأولى والمرحلة الثانية. احنا طلبنا من مجلس المحافظة بعقد جلسة استثنائية واستضافة قائد العمليات ومدير شرطة محافظة نينوى للوقوف والتبديل والتعديل على الخطة الموضوعة لهذه العملية وتجاوز العقبات. وكذلك يجب أن يكون هناك تواجد للقادة العسكريين لمساندة قائد العمليات ومنهم وزير الدفاع. الحقيقة السيد وزير الدفاع زار قيادة العمليات، كانت هناك طلبات وهي من متطلبات هذه الخطة أن يكون هناك درع ودبابات لتغطية هذه المعركة، كون هذه المعركة تكون معركة حرب شوارع وتخطي العقبات، وخاصة للقرى مثل قرية النصر تخطيها ومن ثم العودة عليها. ونحن بانتظار أن تكون هناك إمدادات منها مديرية شرطة نينوى في محافظة تكريت في قاعدة سبايكر. قدمنا عدة طلبات إلى السيد دولة رئيس الوزراء. كانت هناك أخبار عن عودة 3 أفواج من الطوارئ للمشاركة بهاي العملية، لكن احنا ننتظر وصولهم ووصول مديرية شرطة نينوى ضباطا ومنتسبين. سيادة المحافظ، بالنظر لموضوع الحشد العشائري، إلى أين وصلت الاستعدادات والتحضيرات لاستقبال المتطوعين؟ حدثنا عن هذا الموضوع. الموافقات كاملة، اللجنة مواصلة عملها، كل ما يتم الموافقة عليه سوف يتم مشاركتهم إلى محور مخمور من عشائر الجبور وعشائر شمر وعشائر العبيد وكافة العشائر. استحصلنا الموافقات وسوف يزجون المشاركة بهذه العمليات. نعم. سيادة المحافظ، بالنظر إلى موضوع ترشيح لمنصب قائد شرطة نينوى، لو سلطنا الضوء أكثر على المناصب الأمنية التي تدار بالوكالة، هل أطلعتنا عليها؟ الحقيقة هو كلمة الوكالة كلمة غير مرغوب بها، كون الوكيل لا يؤدي عمله مثل ما يؤديه الأصيل. ففكرة الوكالة من الأمور اللي لا توجد في قاموس الحكومة المحلية لمحافظة نينوى، وإنما يتم إعادة هيكلية الدوائر لمحافظة نينوى بشكل عام، وتلغى كلمة الوكالة وتدار بالأصالة. وعلى ضوء ذلك تم فتح باب الترشيح لمنصب مدير شرطة نينوى وليس قائد شرطة نينوى. سوف يكون هناك لجنة لاستقبال طلبات الضباط، ومن ثم يتم إرسال 3 أسماء يتم اختيارهم من قبل محافظ نينوى، وترسل بكتاب رسمي إلى مجلس المحافظة. والقرار سوف يكون لمجلس محافظة نينوى باختيار شخصية واحدة. العديد من النازحين الآن في تقرير على قناتنا اشتكوا من عدم وجود ممرات آمنة، وأن أغلب الممرات الآمنة كانت مزروعة بالألغام. ما هي نظرتكم لهذا الموضوع؟ الحقيقة هي ساحة القتال اللي موجودة بمنطقة المخمور من الأمور البديهية أن تكون هي مغطاة بالألغام. يؤسفنا أنه القصف يعني اللي حصل في قرية الحاج علي للمدنيين العزل قبل يومين أدى إلى استشهاد 22 مواطن من نساء وأطفال وشيوخ. جاء سهوا
الطائرات التي قصفت هذه القرية يعني نترحم على شهدائهم، لكن نأمل أنه ما تتكرر هذه الحالة. المنطقة طبعا محور مخمور، طبعا هي ساحة قتال، يعني من الأمور البديهية أن يوجد ألغام وغيرها من الأمور التي تكون ساحة معركة من الأمور الخطرة، لكن خروج هؤلاء العوائل وهروبهم من هذه القرى باتجاه مخمور، كانت هناك خطة طوارئ للحكومة المحلية لمحافظة نينوى، حيث تم استقبال كافة العوائل اللي وصل عددها ما يقارب 2500 إلى 3000 مواطن. لكن حاليا هناك نزوح بشكل انفرادي، والممر الآمن بالتنسيق مع قيادة عمليات نينوى تم نقلهم من جبهات القتال إلى قضاء مخمور، ومن ثم إلى مخيم ديبة، حيث تم توفير المستلزمات الإنسانية والطبية لهؤلاء العوائل، وثم إعادتهم إلى مخيم ديبقة، حيث تشرف على هذه المخيم بالتنسيق مع حكومة الإقليم دولة الإمارات هي الراعي لهذا المخيم.